السلام عليكم ورحمة الله. اليوم التمارين المهمة، التمارين الزينة، التمارين اللي راح تجي بالامتحان. ركز على هذه التمارين. بهذا التمرين هو الفرق ما بين زمن المضارع المستمر وزمن المضارع البسيط. طبعا ايش كم ملاحظة عندي اخوان الاعزاء، يعني عندنا كم ملاحظة مهمة اللي هم عندنا افعال changing، افعال التغيير نستخدم اياهم زمن المضارع المستمر دائما يعني. وانطيك ملاحظة، اذا اكو حقيقة، اذا اكو فد حقيقة بالكون نستخدم لها مضارع بسيط. اذا فد شي بي استمرارية والفعل ما منتهي من عنده نستخدم لها زمن المضارع البسيط. وهسه راح افهمكم نقطة نقطة. النقطة الاولى water boils، طبعا هذا مضارع بسيط. ليش؟ لان يقول بالمية درجة سيليزية، اذا هذه حقيقة. من الصير درجة الحرارة 100 المي راح يتبخر، هذه حقيقة. The water can you turn it off، اذا هنا ما عندي حقيقة، المي دا يغلي يعني هو مستمر ما منتهي الفعل. The water is boiling، اذا هذه خطأ، نصحح الخطأ. يعني هي فكرة التمرين انه اذا اكو عندي خطأ اصححها، ما عندي خطأ اقول تمام اوكي، اقول تمام اوكي. فاذا الجملة الثانية راح يصير الحل is boiling. الجملة اللي بعدها جملة رقم 3 look، انظر. دائما الفعل اللي يبدي بفعل امر، اي جملة تبدي بفعل امر look come hurry up، هذني اللي هاي اكتبها يمك ملاحظة. من يجي بداية الجملة يعني سؤال او يعني لفت انتباه، خلينا نقول من يجيني لفت انتباه استخدم بالجملة زمن المضارع المستمر. look طالما عندي look اقول the man is trying، هي هو كاتب مضارع بسيط خطأ، هذه مضارع مستمر، اذا راح نقول عليها خطأ ونصححها. رقم 4 can you hear those people we do what do they talk about، ايش قد يتحدثون على شنو، انت قاعد تسمع هذول الناس لو لا. طالما عندي بدت بجملة لفت الانتباه، انت قاعد تسمع الناس دولة، ايه قاعد اسمعهم، they are talking about what، يعني ده يتحدثون عن شنو، اذا هذا ايضا مضارع مستمر. هذه جملة رقم 4. رقم 5 القمر يدور حول الارض، اذا حقيقة هذه مضارع بسيط. رقم 6 I must go now. It get late. رقم 6 يعني انها تمطر الان. طبعا هنا راح مثل ما ذكرت لكم بالتمارين السابقة هذا راح يصير I رقم 4 عفوا بس دقائق. It must go now. I must go now. انا يجب ان اذهب الان. It get late أصبحت متأخرا يعني. شوف هنا طبعا هذا مضارع بسيط. ليش؟ لأنه حقيقة يعني أنا لازم أروح الآن، الدنيا دا تمطر. طبعا يعني ماكو دلالة على الاستمرارية بهاي الجملة، ماكو عندي دلالة على الاستمرارية على بهذه الجملة. فدائما إذا ما عندك استمرارية تختار مضارع بسيط. أعتقد أنا خطأ بهاي الجملة. I must go now. Now عندي الآن. ناو تدل على زمن المضارع المستمر واحنا ماخذينها طبعا. اذا راح تصير it is getting، هذا هو الحل. طبعا انا it is getting، شفت الجملة it's getting، اذا الحل الصحيح هو it is getting لان مضارع مستمر من خلال ناو، انا يا لازم اذهب الان، اذا هذا مضارع مستمر. الجملة السابعة I usually go to the work by car، انا عادة ما اذهب الى العمل بين طريق السيارة، ما جوية جملة يعني حقيقة هذه، او بها يوجوال، هي يوجوال دائما تستخدم مع زمن المضارع البسيط. اذا هذه هي جملة صحيحة. جملة ثمانية بها لفت انتباه. hurry up hurry up، استعجل. I come راح تصير I am coming، طالما لفت انتباه بها I am coming راح تصير. I hear you have got a new job، انا سمعت انت حصلت على وظيفة جديدة. how do you get on راح تصير how are you doing، أو نقدر نقول how are you getting، how are you getting، شوف how are you getting. طبعا هنا الحل هو أن احنا جملة هي أصلها مضارع بسيط حولناها لزمن المضارع المستمر لأن بيها فعل حواس، وإحنا أفعال الحواس اللي هم يسمع وينظر ويرى، ها
هذه الافعال من يكونون بدايه الجمله اللي هم ذولا نفسهم لفت الانتباه ذكرت لكم اياهم، هذولا دائما نستخدم اياهم زمن المضارع المستمر. زين، فهذه الجمله راح تصير مضارع مستمر. الدو مال المضارع بسيط راح اسويها ار، والجيت راح اقول جيتنج لان مستمر. نجي على رقم 10. طبعا هنا رقم 10 عندنا نافا، ونافا هي تدل اصلا على زمن المضارع البسيط. إز هي المضارع البسيط ونافا، فهذه الجمله هي مضارع بسيط راح اقول he always gets. يعني راح نسويها مضارع بسيط من خلال نافا، من خلال نافا. والاخر جمله هي زمن المضارع المستمر، لان يعني عندنا الاولويز ممكن تستخدم بعض الاحيان مع زمن المضارع المستمر. They don't، يعني دائما مع الحالة السلبية، من نشوف حالة سلبية تستخدم الالويز، يعني هي مضارع بسيط ولكن الالويز تستخدم مع زمن المضارع المستمر فقط في الحالات السلبية، فقط في الحالات السلبية. طبعا هذا التمرين ركز لي عليه، انتبه لي عليه، شوي تمرين مهم. واي سؤال او استفسار تقدر تكتبه بالتعليقات، لا تنسى تشترك بالقناة وتبلغ اصدقائك بهذه الفيديوهات. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.